بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوتيوب مستعجل، وسيكون مدته مدة كلامي وهو بالعربي، لكن لابد أن نمر على الإنجليزي لأن هناك مسميات تخص وهي بالإنجليزي تخص الهاشتاج، ستكون بالإنجليزي. الواتساب سيكون بالإنجليزي. اليوتيوب سيكون بالإنجليزي. فقط هذا الفيديو سوف يكون بالعربي لنشر الوعي في مكة وجدة، وطبعا باقي مدن المملكة. ملاحظات قبل أن أنتقل إلى اللغة الإنجليزية أقولها ثم أنتقل إلى اللغة الإنجليزية. طبعا سيستخدم اليوتيوب والواتساب والهاشتاج في التويتر تحت التغريدات اللي هي ترامب، طبعا التغريدات بالانجليزي FiredWHO. ممكن نفس التغريدة يتم ترجمتها من التعليق، يعني الناس اللي يعلقوا على التعليق ممكن أنا منه، اتفقنا؟ فسيكون هناك هاشتاج استخدام التويتر، سيكون هناك واتساب طبعا لشرح المشروع الضخم اللي إن شاء الله حيبدأ في أكتوبر، قيمة 12 مليون دولار بإذن الله، أو ميزانية الكاش فلو 12 مليون دولار، يعني للسنة الأولى لازم يكون موجود 12 مليون دولار كاش. طيب، واضح إنه أول كولومبو، يعني إنه في تعيين كولومبو. كولومبو اللي هو محقق، سيكون دكتورة باطنة، يعني نحن بنستعجلين في هذا الفيديو لشرح إنه في تم رغبة عند دكتورة باطنة إنها تأخذ لقب كولومبو. فخلال 3 أشهر بالتعاون مع الدكتورة تعطى تعليمات نفس الموجودة في الفيديوهات بالإنجليزي وكذا، حتكون موجودة والدكتورة تشتغل عليها. طبعا انتوا عارفين كولومبو المحقق هذا ما يبغى، يعني مش عايز أحد يعرف اسمه خلاص، ولا سنه ولا من هو ولا كذا، لكن هي دكتورة الله يحفظها وتستطيع تنتهي وتستمر 5 سنوات بإذن الله. طيب، فالقضية اللي تبنيها الدكتورة تستمر فيها، طبعا تبني قضايا مثلها شبيهة، مطلوب عن كورونا 2020 10 قضوا وقضي عليهم، يعني غادروا الحياة في جدة، في جدة لأنه أسهل للدكتور. طبعا في تواصل مع الدكتورة عن طريق الواتساب عن طريق، لكن لا يتم تواصل بالكتابة،
كل تقارير. طبعا كولومبو هم يعودوا يعني مباشرة للواتساب تابع لشركة شمس للتدريب، فالكنترول وكذا يعني تواصل مجموعة صغيرة جدا، يعني ممكن اللي اجتمعوا مع كولومبو 2 3 4 بس. طيب كده كفاية، نتحول للإنجليزي. أوكي، in English. This video titled hashtag Trump fire WHO, same like this. MSTCEO hired. So the complete is the title. Xi7ECDC. So it has ECDC. Important, this is project cash flow, either credit or cash, either credit. If it is credit, 20% has to be paid, will be reserved for the project, which is $12 million by October inshallah. Yani from now we have 5 months. Okay. This video, it's only you see this and you hear the sound. So now we hired the first Colombo. I will delay. You are seeing in the box here. In this box, this is the first Colombo is hired to build up case for 10 pass away. Okay, how Colombo is reporting to the team? So the team of Colombo might be 5 people, 3 people, grow up to 12 people. Colombo is going to stay to be XI7 ECDC, maybe within 1 year. XI7, by the way, it means that his salary or his income monthly $7,000 as freelancer. He's nobody can hire. I mean, can give salary to Colombo. When he closed the case, the money will come. It will go to him on a monthly basis on his account. Because the case will go to the judge, either the judge will be international or local, whatever. Okay, maybe it will go in both judge in Saudi Arabia or in Jeddah location, and judge in to sue WHO. WHO is going to be sued.